طيب احنا كده اخذنا المره اللي فاتت الجزء الاول من الدرس اللي كان اسمها اتوميك ريديوس. قلنا بدايه الدرس دوت بنتكلم على فيت الجراديويشن اوف ذا فيزيكال اند كيميكال بروبرتيز اوف ذا اليمنت ان ذا مودرن بيريوديك تيبل. قلنا السنه دي بنشرح الريبريزنتيف اليمنتس والسنه الجايه باذن الله هنكمل على المين ترانزيشن اليمنتس. تمام، احنا قلنا المره اللي فاتت ان اول حاجه درسناها واخذناها الاتوميك ريديوس. تعالوا كده نفتكر مع بعض. قلنا الاتوميك ريديوس المره اللي فاتت ان انا في البيريود ايه اللي بيحصل الاتوميك ريديوس بيحصلها ايه؟ ها ديكريز. لكن في الجروب ايه اللي بيحصل الاتوميك ريديوس انكريز. قلنا ايه السبب المره اللي فاتت؟ قلنا لان انا كل ما بمشي في البيريود اول حاجه عدد البروتونز بتزيد، فالزي افكتيف بيزيد، فقوه الشد بتزيد من النيوكليوس للالكترون، فالاتوميك ريديوس بيبدا يقل. طيب لكن قلنا ايه اللي بيحصل في الجروب؟ قلنا كل ما بزود الجروب اول حاجه كده كده البروتونز بتزيد مفيش مشكله، بس في المقابل انا عماله بزود انرجي ليفلز، فالانرجي ليفلز عماله بتزيد. انرجي ليفل ده بيزيد يبقى انا بزود الكترونز، بما ان انت بتزود الكترونز في تنافر ما بين الالكترونز بيزيد، فده ياثر على الزي افكتيف، يقلل الزي افكتيف فالاتوميك ريديوس يبدا يزيد. يبقى تاني الاتوميك ريديوس في البيريود بيقل، الاتوميك ريديوس في الجروب بيزيد. طب انا لو جالي سؤال قال لي اعمل لي مثلا كومبير ما بين اثنين اتومز، نقول مثلا اتوم زي الفلورين وزي الكلورين، طبعا انا لما اعمل الكترون كونفجريشن للفلورين والكلورين 17 هلاقي ان ده اخره 2p5 وده اخره 3p5، فانت كده عرفت ان هم موجودين في نفس البيريود ولا موجودين في نفس الجروب؟ ها نفس الجروب. يعني انا لو حطيتهم بالمنظر ده او انت اسهلك حطهم بالمنظر ده، ادي اف وسي ال، واحنا لسه قايلين دلوقتي ان انا كل ما بنزل تحت في الجروب الاتوميك ريديوس بيحصل له ايه؟ انكريز. اذا اهو يبقى هنا ده 17 وده 9، فانت ببساطه في الجروب بالنسبه للاتوميك ريديوس لان دي اهم حاجه هنبنى عليها بقيه كل البروبرتيز، الكبير بيبقى كبير والصغير بيبقى صغير، يبقى في الجروب ها الاتوميك نمبر بتاعه كبير هو اللي بيبقى حجمه كبير، الاتوميك ريديوس بتاعه صغير هو اللي حجمه بيبقى صغير. طب تعالى ناخد مثال تاني، لو جيت قلت لك المنت مثلا زي المغنيسيوم اف ام جي 12 وبرضه كلورين 17، طب دول في نفس البيريود ولا في نفس الجروب؟ بصفه عامه لما الارقام الى حد ما قريبه من بعض بيبقوا عاده في نفس البيريود. طب هنا المغنيسيوم ها اخره كام؟ لو عملت له الكترونيك كونفجريشن هتلاقيه اخره 3s2. طب وهنا ده هتلاقي اخره 3p5. ده هنا البرنسبل كوانتم نمبر 3 وهنا البرنسبل كوانتم نمبر 3، يبقى هما الاثنين في نفس البيريود. فانا لما احب اكتبهم اكتبهم بنفس الترتيب ده، هتقول لي يا ميس ام جي هنا 12 وهنا سي ال 17 اهو. طب انا كل ما بمشي في البيريود الاتوميك ريديوس بيزيد ولا بيقل؟ ديكريز. بص كده هنا، فالصغير هيبقى كبير والكبير هيبقى صغير. يبقى اذا في البيريود الصغير كبير والكبير صغير. حلوه الطريقه دي؟ اعتقد ان هي سهله. يبقى هاتهم تاني في البيريود ها، يبقى انا عندي في البيريود الاتوميك نمبر كبير بيبقى الريديوس صغير، لكن في الجروب الاتوميك نمبر كبير بيفضل كبير، الاتوميك نمبر صغير يبقى هو صغير. تمام؟ طيب النهارده بقى هنبني نفس الكلام ده على كيميكال بروبرتيز للاتومز اللي موجوده في او الريبريزنتيف اليمنتس. قلنا احنا هنكمل الدرس ده بثلاثة بروبرتيز. أول بروبرتي هناخدها النهارده اسمها ايونيزيشن بوتنشال انرجي. تاني حاجة اسمها الكترون افينيتي. تالت حاجة اسمها الكترو نيجاتيفيتي. تعالى نبدأ بأول واحدة فيهم وهي أهم واحدة فيهم اسمها أو هي مهمة وبتيجي عليها أسئلة كتير اسمها ايونيزيشن بوتنشال. ايونيزيشن معنى كلمة ايونيزيشن خدناها كتير قبل كده. يعني لوس او جين، ماشي هو احنا هنا هنعمل لوس، بس معنى كلمة ايونيزيشن، ايونيزيشن جاية من كلمة ايون، فإذا هنا ببساطة الجزء الجديد عندنا اسمه ايونيزيشن بوتنشال انرجي، إذا هي طاقة. طب إيه الطاقة دي؟ تعالى كده نفتكر كلام بور، مين فاكر بور فسر الانرجي ليفلز إزاي؟ ولما أنا بدي الأتوم طاقة، يعني مثلا تعالى ناخد مثال، جيت قلت لك أنا عندي نيوكليس، النيوكليس دي مثلا فور اكزامبل نقول زي اتوم الاتوم زي الليثيوم 2 وعندي هنا 1. الالكترون ده مين فاكر لما انا اديته طاقه؟ ها؟ مين فاكر الالكترون ده بيبدا يحصل له ايه؟ بينط. يعني بيتنقل من ها؟ لور انرجي ليفل تو هاير انرجي
الليبل صح؟ مين فاكر الكلام ده في الدرس بتاع بور؟ وقلنا الاتوم في الحاله دي بتبقى اسمها اكسايتد اتوم. في مشكله في الكلام ده؟ وساعتها قلنا ان هو في نفس اللحظه بيبدا يرجع تاني ويطلع لي ده في صوره لاين سبيكترم. سؤال بقى، انا اديت الالكترون ده طاقه كبيره، هتنقله من الانرجي ليفل الثاني اللي هو داخل الكترون للانرجي ليفل الثالث صح؟ طب اديته طاقه اكبر للرابع، طب اديته طاقه اكبر خامس اكبر سادس اكبر سابع طب اكبر هيروح فين؟ هيقع يعني هيروح فين؟ هيبدا يخرج بره مكان الاتوم خالص. ايه ده يعني ايه هيخرج بره مكان الاتوم؟ مش انت عندك هنا تاني نيوكليس اهي، وانت عندك هنا مين؟ الكي فيها تو صح؟ طب الالكترون اللي انت عملته ده، الالكترون اللي ده راح فين؟ خرج بره مجال الاتوم خالص صح؟ اهو انا ما عادش عندي الالكترون ده. ممكن تشرح لي كده الاتوم دي بقت ستيل اتوم؟ لا اتحولت لايه؟ هنا دي ستيل اتوم ولا اتحولت لبوزيتيف ايون؟ ليه بوزيتيف ايون؟ لان انا اساسا عندي عدد البروتونز بيساوي 3 بوزيتيف، وبقى عندك كام الكترون؟ 2، فدي كده اتحولت لايه؟ لبوزيتيف ايون، اهي بوزيتيف ايون. عشان كده الطاقه دي اللي انا بستخدمها عشان اخد او اشيل اخر الكترون تماما بره الاتوم اسمها ايونيزيشن. فهمنا ليه كلمه ايونيزيشن؟ لان انت بتحول من ايه من الاتوم ها لبوزيتيف ايون. في مشكله في الكلام ده؟ تمام. سؤال بقى، مين الاكتر؟ الطاقه اللي احنا كنا بنسميها كوانتم اللي هي the amount of energy needed to change the electron from the lower energy level to higher energy level، ولا الطاقه دي بتاعت النهارده اللي اسمها ionization ionization potential؟ يبقى ببساطه خالص تعالى كده نعرف يعني ايه كلمه ionization potential. هي الionization potential هي الطاقه اهي. لو انا عندي هنا مثلا اتوم زي الهيدروجين، الالكترون الوحيد اهو، هي مقدار الطاقه اللي معنى اللي بتعمل ايه؟ بتبدا تخرج الالكترون خالص بره الاتوم، فتحولها لك لبوزيتيف ايون بلس الكترون. مثال تاني، عنده واحد بس هيخرج خالص بره الاتوم فهيتحول لبوزيتيف ايون الكترون. ما هو هيدروجين ما عادش فيه البروتون، ما هو بروتون واحد جوه النيوكليس، البروتون ما حصلوش حاجه، الالكترون هو اللي بيخرج بره. ناخد مثال تاني، بص كده زي مين مثلا؟ زي الصوديوم، انا عندي اهو بوزيتيف كام؟ 11. تعالى كده نعمل الالكترونيك كونفجريشن بتاعنا 2 8 1، انت اديته طاقه، الطاقه دي كبيره جدا كافيه ان هي تبدا تعمل ايه؟ تخرج مين؟ اشمعنى الوسط؟ عشان ايه؟ اخر واحد. يعني ايه اخر واحد؟ يعني تاثير بالظبط، تاثير النيوكليس على ايه؟ زي القريبين؟ لا. يبقى ببساطة what is meant by ionization بالظبط ionization potential هي طبعا عبارة عن طاقة potential energy. يبقى it is the absorbed energy ولا released energy؟ يعني absorbed مش هي الاتوم هي اللي بتاخد طاقة؟ اذا هي number one هي absorbed energy absorbed energy مالها required to ها ريموف يعني ريموف تشيل انهي الكترون؟ اخر الكترون. مش معنى اخر الكترون هو اكتر واحد غير مرتبط بالنيوكليس زي الباقي. يبقى ببساطه it is the amount of energy ها absorbed to remove the most loosely. يعني ايه كلمه loosely الكترون؟ يعني اخر الكترون غير مرتبط بالنيوكليس زي الالكترونز الثانيه. يعني مس completely from the atom. completely ها from مين؟ شرطين بقى هنا. حاضر ثانيه. اول حاجه انا ممكن اطبق الايونيزيشن بوتنشال على مولكيول يعني H2 ولا لازم تبقى 1 اتوم؟ 1 اتوم. ليه؟ عشان اعرف مقدار الطاقه اللي خرجت دي من اتوم واحده. فانا لما اجي اقيسها هبقى عارف ان دي خرجت من الصوديوم اتوم. يبقى الاول شرط عندي لازم يبقى فروم صوديوم اتوم. في شرط تاني ان هو يبقى ان اتس جازوس ستيت. يعني ايه جازوس ستيت؟ يعني انا ما ينفعش العلماء يحسبوا الايونيزيشن بوتنشال بتاعت الصوديوم او بتاع الالكترون ده لما الصوديوم يبقى سوليد. لا ببساطه. ليه؟ لانه فيبرس. اشمعنى بيبقى فيبرس او جاز؟ الكترون ديسشارج، بس هي بكسايت لازم الكترون ديسشارج كيوب مثلا يبقى
يعني انا ببساطه خالص مش احنا اتفقنا انا بدي للاتوم دي طاقه وقلنا قبل كده ان الطاقه دي بديها لها بطريقتين يا اما بالتسخين يا اما بالالكتريك ديسشارج تيوب. تعالى نتخيل مع بعض ان انا بسخن الاتوم دي. طب انا لو سخنت الصوديوم وهو في حاله سوليد الالكترون هيبدا يخرج يتفكك يبقى ايه؟ ليكويد يسيح صح. فاذا الطاقه اللي انت مديها له انت مش كمان مش قليله انت حولته من سوليد لليكويد. طب ليكويد اديته طاقه تاني يتحول لجاز. من هنا بقى الجاز بقى او الفيبر اديته طاقه هنا بقى الالكترون هو اللي هيبدا يخرج. يبقى معنى كده ان الايونيزيشن بوتنشال بالظبط الايونيزيشن بوتنشال بقيسها امتى للاتوم في شرطين. اول حاجه تبقى ايزوليتد يعني اتوم مش مولكيول وتاني حاجه ان هي تبقى ان اتس جاز وذ ستيت. يبقى ببساطه تاني يعني ايه كلمه ايو ايونيزيشن بوتنشال قلنا يعني ايه ايونيزيشن بوتنشال ولا كده تاني ابزورب ولا ريليز انرجي. يبقى اول حاجه عندي هي ابزوربت انرجي. نمبر 2 الانرجي دي ريكوايرد تو ايه ريموف. يبقى نمبر 2 الطاقه دي تو ريموف. ريموف مين ذا موست مين لوسلي يعني ايه كلمه لوسلي الكترون اكتر واحد الاتراكشن فورس ما بينه وما بين الاتوم ضعيفه جدا خلاص. تعالوا نتخيلها ببساطه. لو انا جيت قلت لك انا عندي هنا شويه في الدرس وبعد كده انا عايزه اطرد واحد يا ترى مين اول واحد هيخرج القريب مني ولا البعيد عن ولا قريب من الباب؟ القريب من الباب. هنا نفس الكلام في الصوديوم مين اكتر واحد بعيد عن النيوكليس؟ الام. النيوكليس دي بالنسبه لك هي الام شده ده بقوه جدا شد اللي بعده بقوه بس اقل. مين اكتر واحد غلبان من الاتوم والاتوم ومش بقوه الشد ما بينها وما بين النيوكليس ضعيفه؟ اخر الكترون. عشان كده اول ما بديله طاقه مين هيبدا يخرج جري؟ اخر الكترون. يبقى ده موست لوسلي الكترون كومبليتلي فروم ذا اتوم. في مشكله؟ اخر شرط عندي دي تبقى ايه؟ ايزوليتد اتوم وكمان تبقى نمبر 2 اتس جاز بس ستيت. في مشكلة في الكلام ده؟ تمام؟ صعبة؟ تمام. طب حالة الفوسفورس سيرفر في الجاز ستيت. الفيبر ستيت ايه المشكلة؟ كانت تكون كلمتين. اتومز يعني؟ 4 و 8. لازم يبقوا سيبريتد عشان اقيس ايونيزيشن بوتنشال برضه. طيب اتفضلي كده يا رنا عايزة ايه؟ طيب قلتها يعني؟ ماشي تمام. سؤال بقى كنا واخدين السنة اللي فاتت ان انا لما اقول لك مثلا عندي اتوم ايه تعالى كده نعبر عن كل الكلام ده بصوره معادله. جيت قلت لك عندي صوديوم ان ايه صح كده؟ عملت له ايه؟ اديته كام؟ طاقه. الطاقه دي انا هقول عليها اي يعني انرجي. ايه اللي هيحصل؟ الصوديوم بيعمل ايه؟ بياخد الطاقه وفي المقابل برافو هقولها دلوقتي في المقابل ها بيفقد طاقه صح؟ سوري للاسف بياخد طاقه ففي المقابل بيطلع الكترون اهو يبقى الالكترون هيطلع. والصوديوم استلت اتوم ولا تحولت لايون؟ تحولت لايون. فانا ببساطه دي شكل الايونيزيشن بوتنشال ايكويشن. يبقى تاني ها ان اي كانت اتوم اديت لها طاقه اتحولت لان اي بوزيتيف والالكترون خرج بره تماما من الاتوم. في مشكله في الكلام ده؟ صعبه؟ طب سؤال بقى كنا واخدين السنه اللي فاتت ان انا عندي حاجه اسمها الابزوربد انرجي وريليز انرجي. هو هنا ابزورب ولا ريليز؟ ابزورب. بما ان هي ابزورب فانا لما احب بالظبط لما احب اتكلم على الدلتا اتش اندوثيرميك الاندوثيرميك كانت الدلتا اتش بتاعتها ايه؟ بوزيتيف. اذا انا لو جيت قلت لك الانرجي دي واحنا كده لو كنت فاكر السنه اللي فاتت كنت بحط الانرجي في رياكتنت لان هي ابزورب. فاكرين الكلام ده؟ ها تعالى نفتكر تاني كده دي كده ايه؟ ابزورب انرجي فانا بحطها في رياكتنت. لو الطاقه دي حطيتها في البرودكت تبقى ريليز انرجي. هنشوفها الجزء الثاني من الدرس او الالكترون افينيتي. يبقى تاني هنا الانرجي دي ابزوربد ولا ريليزد؟ ابزوربد. بما ان هي ابزوربد يبقى الدلتا اتش قوتها بوزيتيف. تمام؟ صعب الكلام ده؟ ماشي. تعالى ناخد بقى اشكال كده للايونيزيشن بوتنشال. ناخد اكزامبل على مين مثلا؟ على المغنيسيوم ام جي 12 ها؟ تعالى كده نديله طاقة. أول حاجة خالص المغنيسيوم 12 بدأت أديله طاقة أدي إيه؟ يعني قلنا ايونيزيشن بوتنشال انرجي تمام؟ قول لي كده يلا كمل كده يلا حسام. المغنيسيوم خد بالك المغنيسيوم عبارة عن كام؟ 282 صح؟ خلينا نفقد واحدة واحدة. خد بالك
انا لما بدي بدي انرجي للاتوم ما بتفقدش الاثنين زي ما انت كنت بتاخد مره واحده، لا بتفقد واحد وبعدين واحد. فانا لما افقد الواحد الاولاني بقى كام يا حسام؟ ام جي عليا كام بوزيتيف؟ ما انا قلت لسه هنمشيها واحده واحده، هيفقد الاول واحد اهو فهيبقى 2 8 1. فانا عندي كده بوزيتيف 1 بلس الكترون، فدي ببساطه بما ان هو هيفقد تاني فهقول عليها فيرست ايونيزيشن بوتنشال. ايه يا مس؟ هو ممكن اعمل سكند ايونيزيشن بوتنشال؟ تعال نكمل تاني. انت كده عندك ليه اسمها فيرست ايونيزيشن بوتنشال؟ هي ببساطه الطاقه اللي حولت الاتوم لبوزيتيف 1 او ايون عليه بوزيتيف 1 بالظبط، فقدت الكترون واحد. طب تعال نكمل، انا لسه هديها طاقه تاني. الطاقه الثانيه نقول ام جي ها بوزيتيف اهي، هديها طاقه تاني اللي هي هسميها ايه المره دي؟ اي 2 سكند ايونيزيشن بوتنشال. طب السكند ايونيزيشن بوتنشال هيبقى يعني زيرو، انت كان هنا عندك 11 هيبقى 2 8 1. لما نشوف ده كمان بقى ام جي على كام بوزيتيف؟ اثنين بوزيتيف. بس في مشكله في بالظبط ليه؟ بس واحده شفت واحد هنا بس، انت شفت واحد بس ماليش دعوه بالفوق انا هكمل عليه، يبقى بلس ها الكترون. في مشكله في الكلام ده؟ صعبه؟ طيب لو جيت قلت لك انا عايزه ادي الاتوم دي طاقه تاني، ايه ده انا ممكن اديها طاقه تاني؟ طب تعالى كده نديها طاقه تاني، يبقى ام جي كام؟ 2 بوزيتيف بلس انرجي تاني، او سوري انا اسفه انرجي تالت، فدي كده اسمها ثيرد ايونيزيشن بوتنشال. اسمها ايه تاني؟ ثيرد ايونيزيشن بوتنشال. يلا كده قول لي يا ميس ازاي ما حد انا ازاي الالكترون ده هيخرج من هنا؟ دي كانت 8 2 8 ايه ده؟ هو انا ممكن اخد الكترون من الانرجي ليفل وهو مستقر؟ لا ممكن، بس محتاج طاقه كبيره وكبيره كبيره جدا، بس بتتحول يعني كده هتبقى ام جي كام؟ 3 بوزيتيف ها بلس الكترون. تعالى نقارن ما بين اي 1 واي 2 واي 3 تاني كده، اي 1 اي 2 واي 3. سؤال اي 1 اسمها ايه؟ فيرست ايونيزيشن بوتنشال. تاني فيرست ايونيزيشن بوتنشال هي الطاقه اللي بتعمل ايه؟ ها يوزد تو ريموف او تو تشينج ذا اتوم انتو بوزيتيف ايون كارينج 1 بوزيتيف. طب السكند ايونيزيشن بوتنشال يبقى تدي انرجي نيدد او ابزوربت تو بالظبط ريليز او تشينج ايون كاري بوزيتيف 1 انتو ايون كاري اثنين بوزيتيف او بوزيتيف 2. طب الثيرد ايونيزيشن بوتنشال هتحولها الاتوم عندها كام شحنه؟ 3 3 بوزيتيف. تاني عشان تبقى عارف دي فيرست ولا السكند ولا الثيرد. احنا بنكمل على فكره عشان تعرفي ان الاتوم ممكن كل ما تديها طاقه تفقد الكترون، تديها طاقه اكتر تفقد الكترون. ماشي مفيش مشكله، دي طاقه بتتقاس، العلماء بيجيبوا الاتوم يدوها طاقه يشوف هي هتاخد كام عشان تبدا تشد الالكترون ده منها. فبداوا يقيسوا الاي 1 واي 2 واي 3 واي 4 واي 5 مفيش مشكله، بنقيس كام الطاقه دي كام عشان ابدا اشد منها الالكترون. تمام بالظبط. طب نكمل كده تاني ها، اي 1 واي 2 واي 3 فيرست ايونيزيشن بوتنشال، سكند ايونيزيشن بوتنشال، ثيرد ايونيزيشن بوتنشال. انا عايزه اقارن ما بينهم. يعني مثلا لو جيت قلت لك ان الفيرست ايونيزيشن بوتنشال مثلا بتساوي نقول كام مثلا؟ نقول 700 ايه؟ ايه الميجرنج يونت؟ الانرجي الانرجي كيلو جول بالظبط، كيلو جول انت بتتكلم على مول، يبقى عاده بتبقى كيلو جول بير مول خلاص. وفي كتب ساعات بتكتبها الالكترون فولت، بس الكومن كيلو جول بير مول. طب سؤال دي 700 مين يقول لي اي 2؟ اصغر ولا اكبر؟ اقل ولا اكبر؟ ليه اكبر؟ عشان زاد الفيرست بيزيد. برافو عليك، انت هنا في المره الاولى فقدت الكترون صح؟ كان عندك كام؟ 12 بروتون بيشد 11 صح؟ يعني هنا الزي افكتيف زاد. انت عشان تسحب منها يعني ببساطه بصوا كده، تعالوا نتخيل مع بعض، تعالوا نتخيل مع بعض، انا المغنيسيوم عندي كام الكترون في الاوتر موست انرجي ليفل؟ 2. لما تيجي تشدي مني الالكترون الاولاني هتشديه بسهوله ولا لا؟ هيتشد بسهوله صح؟
انت مجرد ما شديتي الالكترون انا طاقتي زادت. ليه طاقتي زادت؟ الاتراكشن فورس بتاعتي زادت لان انا عدد الالكترونز قل فسيطرتي زادت. ايه اللي هيحصل للالكترون الثاني؟ هشده ليا. سؤال بقى، لما تيجي تشديه هتحتاجي طاقة زي الأولى ولا محتاجة طاقة أكبر؟ أكبر. إذا لو جينا نقول على إي 2 ممكن توصل كام مثلا؟ ها مثلا 1450 مثلا؟ 1450 كيلو جول بير مول. ممكن؟ مين يقول لي الطاقة الثالثة بقى؟ الطاقة الثالثة حضرتك كسرت انرجي ليفل ستيبل، يبقى أنت عملت إيه؟ ده أنت اديت لها قد إيه من الطاقة؟ ممكن توصل مثلا كام؟ ممكن 7000 مثلا؟ ممكن توصل 7000 كيلو جول بير مول. يبقى اذا تعالوا نقارن ما بين الفيرست ايونيزيشن بوتنشال يا احمد، سكند ايونيزيشن بوتنشال، والثيرد. دايما الفيرست اقل من السكند، والسكند اقل من الثيرد. صعبه دي؟ فيها مشكله؟ طيب ساعات الجزء ده مهم جدا جدا لانه بيجي لنا في صوره مسائل وبيجي لنا في صوره اسئله كتير. ليه؟ انت هنا من الانرجي من الايونيزيشن بوتنشال انت عرفت الاكتر موست انرجي اللي في كام الكترون؟ ها؟ 2 ولا 3؟ ايه رايك؟ 2 ليه 2؟ لا يعني انا مثلا بص كده، لما اجي اقول لك ان انا عندي اتوم او مساله اي 1 ايكوال 500 مثلا، واي 2 ايكوال 1000، واي 3 طبعا دي ارقام خياليه يعني ايكوال مثلا 1500. ها و E4 يا ميس، و E4 E4 و 5 و 6 و 7 يعني كده. E4 نقول مثلا equal 10,000 كيلو جول. كده مين تقول لي outermost energy level؟ كان في كام الكترون؟ 4 يا 2 يا 3. ايه رايكم؟ 3. ها ايه رايكم؟ طب انا عارف انا عارف فين. طب بالراحه كده، مش احنا اتفقنا ان انت لو عندك انرجي ليفل اخير صح مثلا في واحد والانرجي ليفل اللي قبله في 8، قول لي كده انت الواحد دوت لما تشده هتشده بسهوله ولا لا؟ بسهوله. طب انت عشان تشد واحد من 8 محتاج طاقه كبيره قوي. طيب لو جيت قلت لك انا عندي اتوم فيها 8 عشان دي وفي الاخر في 2، قول لي بقى عشان دي بالظبط. هنا الفرق في ايه؟ في الاول وبالتاني قريبين من بعض. امتى الفرق يكبر؟ انا بس في ثلاثه لما تكسر انرجي ليفل بالظبط، لما اكسر ستيبل انرجي ليفل. هنا بقى ده وده وده ارقامهم كبيره؟ لا قريبين من بعض. انت امتى الفرق بدا يزيد جدا؟ في الاي 4 اللي هي الفورس ايونيزيشن بوتنشال. اذا الانرجي ليفل الاخير كان فيه كام؟ 3. عشان كده انت لما جيت تشد الرابع اضطريت تعمل بالظبط تديها طاقه كبيره جدا جدا جدا، فعشان كده الطاقه زادت فانت شديت الكترون من مستوى كامل. ها تمام؟ طيب لما اجي اقول لك مثال، طب سؤال، لو انا جيت قلت لك في المره اللي فاتت دي مين الاتوم دي؟ اكس سي ان 2 ولا اكس سي ان 3 ولا اكس سي ان؟ اكس مثلا الحروف زي الالومنيوم مثلا او اي اتوم، اكس سي ان 2 ولا 3 ولا 1؟ اس 1 مثلا. 1؟ طب اس 1 انا بقول لك according to the previous energy in ionization potentials. مش احنا كنا واخدين دلوقتي الفيرست ionization والسكند والثيرد والفورث، وعرفنا ان انت في الاوتر موست انرجي ليفل كان فيها كام؟ فيها 3 صح؟ طيب معنى كده ان الاليمنت دوت مونو فيلنت ولا داي فيلنت ولا تراي فيلنت؟ تراي فيلنت. تراي فيلنت. ها تراي فيلنت يعمل مع الكلورين، يبقى اكس سي ال 2 اكس سي ال 3 ولا اكس سي ال؟ اكس سي ال 3. اكس سي ال 3. طب مثال تاني، مثال تاني، مثال تاني، تعال نشوف مثال من اوله لاخره. ها لو جيت قلت لك حاجه زي دي مثلا اي 1 ايكوال فور اكزامبل 4 او نقول ايه 1000 واي 2 واي 2 نقول مثلا ايكوال 1500 واي 3 نقول مثلا ايكوال 2000 خلاص، وهنا اي 4 نقول مثلا ايكوال 3500
12,000. فاختاروا لي كده يا ترى الالمنت ده يعمل مع الكلورين اول حاجه XCN XCl2 XCl3 ولا XCl4؟ XCl4. طب احنا عرفنا ازاي؟ عشان بالظبط. يبقى انا لازم هبدا اعد الايونيزيشن بوتنشال، مجرد ما توصل ان في جاب ما بين الاثنين اعرف ان الالكترونز دي هي بتعبر عن عدد الايونيزيشن بوتنشال القريبه من بعض. يعني انت عندك ده كام؟ 1000. ها قريب من 1500، قريب من 2000، قريب من 3000، لكن هنا الفرق بدا يزيد صح؟ من الفور من 3000 وصل لكام؟ 12000. اذا انت كده عندك كام الكترون في الاوتر موست انرجي ليفل؟ 4. اذا الاتوم دي تترا فالنت. يعني هو اكس مونو فالنت. يعني كده احنا قلنا بالتقريب ان هي دي عشان كبرت. ايوه طبعا ليها حساب بقى. بس لا لا دي ارقام خياليه. لا دي ارقام بتجيلي كده، دي ارقام بس مجرد ان هي خياليه مش اكتر. يبقى احنا اخترنا على اساس ان انا عندي اربعة ايونيزيشن بوتنشال قريبة من بعض، الفرق بدا يزيد هنا في الايونيزيشن بوتنشال رقم 5. تمام. طب في حد بيسالني هي ليه اكس سي ال 4 دي بتعبر عن ايه؟ تعالى كده نفتكر. اكس هنا الفالنس بتاعها كام؟ مونو ولا داي ولا تراي ولا تترا؟ تترا. اهي الكلام ده كنا بناخده في اعدادي، في اولى اعدادي كده اربعه. طب والسي ال مونو ولا داي؟ مونو فالنت. فلما اجي اعمل كروس تبقى اكس وان مش بتتكتب سي ال 4. فهمنا دي كانت كده بجد كده ازاي؟ تمام؟ طيب تعالى بقى كده نكمل. يبقى احنا خلاص اتفقنا يعني ايه كلمه ايونيزيشن بوتنشال. ها هي عباره عن طاقه، اتفقنا ان انا لما بديها للاتوم عشان تفقد اخر الكترون تماما من الاتوم وتتحول في الحاله دي من الاتوم لبوزيتيف ايون. عندي كام نوع من ايونيزيشن بوتنشال؟ عندي على حسب الطاقه اللي انا بديها لها. فيرست ايونيزيشن بوتنشال والسكند ايونيزيشن بوتنشال والثيرد والفورث والفيفث وهكذا. في مشكله في الكلام ده؟ طيب تعالى بعد كده بقى نعمل كومبير ما بين البيريود والجروب للايونيزيشن بوتنشال. تعالى كده في البيريود نفهم بقى كده لو سمحتوا. نيجي للبيريود. سؤال في البيريود هي ليها علاقه بالاتوميك ريديوس؟ يعني تعالى كده نتخيل مع بعض. لو انا جيت قلت لك انا حجمي صغير ادي ها تعالى نقول مع بعض انا حجمي صغير. معنى ان انا حجمي صغير يبقى انا شد الالكترون دوت بقوه ولا بضعف؟ بضعف. انا حجمه صغير. ليه حجمه صغير؟ لان هو قريب مني. طب اللي يجي ياخد مني الالكترون ده ها هياخده بسهوله ولا بصعوبه؟ بصعوبه جدا. يعني معنى كده ان الحجم صغير يبقى الايونيزيشن بوتنشال بتاعته كبيره، طاقته كبيره. يبقى خلاص كده فيها مشكله. يعني باي انكريزنج اتوميك ريديوس الايونيزيشن بوتنشال انكريز. دي دايركت ولا انفرس؟ دايركت. تمام. تاني لو احنا جينا اتفقنا ها بالراحه، لو انا جيت مشيت في البيريود، يعني مثلا عندك ليثيوم وبعد كده البريميوم وبعد كده نقول مثلا البورون وبعد كده 5 6 يبقى الكربون نيتروجين اكسجين وبعد كده الفلورين. مين من دول حجمه اصغر حاجه عندك؟ الفلورين. وعلى فكره الفلورين هو اصغر اتوم موجوده في الريبريزنتيف اليمنتس. تمام. الفلورين اصغر اتوم في الريبريزنتيف اليمنتس. معنى ان هي اصغر اتوم. اذا هنا الاتوميك ريديوس بيحصل له ايه؟ الاتوميك ريديوس انكريز ولا ديكريز؟ ديكريز. ريديوس ديكريز. اذا قول لي بقى الايونيزيشن بوتنشال انرجي انكريز ولا ديكريز؟ انكريز. ها يعني باي انكريزنج الاتوميك ريديوس الايونيزيشن بوتنشال هيحصل لها احنا عكس الناس. الاتوميك ريديوس يصغر يبقى الايونيزيشن بوتنشال تزيد. لا 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 قلتها دلوقتي العكس. تمام. تاني قلنا الاتوميك ريديوس كل ما بيصغر في البيريود الايونيزيشن بوتنشال بتزيد. تاني كل ما بمشي في البيريود الايونيزيشن بوتنشال بتزيد ولا بتزيد؟ عشان الاتوميك ريديوس بيصغر لان الاتوم حاضنه الالكترونز بتاعتها فمحتاجه قوه شد كبيره عشان تبدا تشد الالكترون بتاعها. تمام. فالايونيزيشن بوتنشال بيزيد كل ما الاتوميك ريديوس يقل. صعبه؟ فيها مشكله؟ تمام. طيب
تعالى بعد كده فين؟ ها في الجروب. مين فاكر يا ترى في الجروب؟ انا هنا عندي ليثيوم، بعد كده مثلا صوديوم، بعد كده بوتاسيوم وبيتيوم وسيزيوم. معلومه تاني، السيزيوم هو اكبر اتوم في الريبريزنتيف اليمنتس. يبقى تاني الفلورين ها هو اصغر اتوم في الريبريزنتيف اليمنتس. طب السيزيوم بالظبط، السيزيوم هو ها اكبر اتوم في الريبريزنتيف اليمنتس. طيب بالراحه مبدئيا لما امشي هنا في الثواني، لما امشي هنا في الجروب مبدئيا الاتوميك ريديوس كان بيزيد ولا بيقل؟ بيزيد. يبقى احنا اتفقنا هنا الاتوميك ريديوس بيحصل له ايه؟ انكريز. قول لي بقى الاتوميك ريديوس بيزيد اهو، سهل ولا صعب ان انا افقد الالكترون؟ سهل جدا، ده اي طاقه تقوم مطيره الالكترون صح؟ يبقى الايونيزيشن بوتنشال صغيره. يبقى انت عندك هنا الايونيزيشن بوتنشال ها ديكريز. الجزء ده فهم صرف. يبقى تاني كل ما بمشي في البيريود ها الاتوميك ريديوس عندك بيقل. معنى الاتوميك ريديوس بيقل ليه؟ عشان كنا واخدين ان الزي افكت يا احمد بتزيد. طب نيجي للايونيزيشن بوتنشال، انت تخيلها في دماغك الايونيزيشن بوتنشال ها بتزيد ولا بتقل؟ هتزيد، لان انا محتاجه طاقه كبيره عشان تشد الالكترون منها. حضن الام هي موجوده كده في حضن الام، فمحتاج الكترون زياده، سوري طاقه زياده عشان تشد منها الالكترون. لكن انت عندك هنا في الجروب، لا ده الجروب الحمل ما شاء الله كبير، يبقى مجرد اي طاقه كده هتقوم مطيره الالكترون بره الاتوم. يبقى الايونيزيشن بوتنشال ديكريزز ان ذا جروب. في مشكله في الكلام ده؟ صعب؟ طب سؤال بقى، تعالى كده نتكلم على شويه اكسبشنز، او مش اكسبشنز، هي حاجات واقعيه. امتى الايونيزيشن بوتنشال تزيد؟ لما الاتوميك ريديوس بيقل. تمام ماشي. الحاله الثانيه بصفه عامه لما تكسر ستابيليتي، هو اصلا الاتوم بتبقى ستيبل امتى؟ حد كده يفكر معايا. احنا واخدينها في الجزء بتاع الدي بلوك. تمام ستابيليتي ها قول لي كده اول حاجه لما يبقى نمبر 1 لما هو في اول حاجه لما يبقى الانرجي ليفل نفسه المين انرجي ليفل كومبليتلي فيلد. زي مين؟ المين انرجي ليفل هتفل زي مين؟ ده طبعا زي النوبل جازز صح كده؟ طب ايه تاني حاله من حالات الاستابيليتي؟ هافل او هو مين اللي هافل؟ الدي الدي او بصفه عامه السب ليفلز. يبقى نمبر 2 يبقى السب ليفلز هاف مالها هاف فيلد او كومبليتلي فيلد. كومبليتلي يبقى انت عندك كام حاله من حالات الاستقرار بتاعتك؟ ثلاثه، يا اما المين انرجي ليفل كومبليتلي فيلد، يا اما المين يا اما السب ليفل كومبليتلي فيلد، يا اما السب ليفل هاف فيلد. خلاص؟ سؤال، معنى ان دول مستقرين يبقى هيسمحوا لاي حد يشد الالكترون منها؟ لا، يبقى عندهم هاي ولا لو ايونيزيشن بوتنشال؟ هاي ايونيزيشن بوتنشال. يبقى احنا لو جيت قلت لك على جراف، الجراف دوت هيعبر بص كده عن الايونيزيشن بوتنشال اهي بتاع النوبل جاز. بص كده هي اعلى ايونيزيشن بوتنشال. ليه؟ لان هو مبدئيا حجمهم الى حد ما صغير والاستابيليتي بتاعتهم كبيره جدا. الجراف ده مهم جدا عشان تعرفوا كده تفهموا مع بعض. مين هنا اكبر حاجه هتلاقيها موجوده عندك؟ النوبل جاز. بص بالترتيب هيليوم نيون اربون. يبقى مين اعلى ثلاثه عندك هنا؟ ولو كملنا هتلاقيهم هم الاعلى دايما. هيليوم نيون اربون. سؤال، اشمعنى الهيليوم هو الاعلى على الاطلاق؟ عشان هو عشان هو ايه؟ ما هو كلهم نوبل جاز عشان هو مفيش الالكترون واحد. هو على فكره في انرجي ليفل واحد مش سوري في انرجي ليفل واحد. يعني انا عايزه اجابه من الاخر. يعني ليه الافكت دي الزي افكت عاليه؟ ليه الزي افكت عاليه؟ مفيش تنافر. مفيش حلوه قوي دي عشان مفيش تنافر كتير. اذا الزي افكت عاليه، اذا الاتوميك ريديوس صغير. وعلى فكره صغير جدا، يعني على فكره الهيليوم الاتوميك ريديوس ده اصغر من الفلورين كمان. يبقى هو ليه الاعلى بالنسبه للنوبل جازز؟ عشان الاتوميك ريديوس صغير. اتفقنا كل ما الاتوميك ريديوس صغير افتكر دايما ان انا حضن الام، حضن الام محتاج قوه عاليه جدا 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 عشان ابدا اشد منه الالكترون.
يبقى ليه الهيليوم هو اكتر ايونيزيشن بوتنشال؟ يبقى عشان اول حاجه هو نوبل جاز، فانت محتاج تكسر الاستابيليتي. كسر الاستابيليتي دي مش ببلاش، دي محتاج طاقه عاليه جدا. تاني حاجه هو حجمه اصغر، لو انا قارنت ما بينه وما بين النوبل جاز الثانيه. طب تعالى بعد كده، مين اصغر ايونيزيشن بوتنشال؟ يبقى حجمهم الكبير ولا حجمهم صغير؟ ها حجمهم ايه يفقد الالكترون بسهوله؟ الكبير. مين اكبر حجم عندك في الاسيد تيبل بصفه عامه؟ جروب 1A. جروب 1A اللي هي اسمها الكلايميتالز، حجمها كبير ولا صغير؟ هي اكبر حجم في البريد تيبل. اذا هي اصغر كتير شيء، ما هي ميتالز. ده بالعكس، ما هي ليه الميتالز بتفقد بسهوله زي الكهرباء؟ بص يا جماعه، ليه الميتالز بتفقد بسهوله الكترون ديورنج ذا كيميكال رياكشن؟ ده هنا عشان ده الجزء ده بيفهمنا ليه الميتالز ديورنج ذا كيميكال رياكشن لوز ايزلي، عشان حجمها كبير. فمجرد ما بتديها طاقه بسيطه ايه اللي بيبدا يحصل؟ تبدا تفقد الالكترون بسهوله، وده بيحصل في الكهرباء. هي ليه كوندكتور اوف الكتريسيتي؟ لان الطاقه اللي هي الالكتروموتيف فورس تبدا تشد الالكترونز منها، فتبدا تتحرك في صوره الكتريك تشارجز. تمام. يبقى ليه الميتالز يا جماعه هي دايما سهله ان هي تدي لك بوزيتيف ايون؟ عشان الايونيزيشن بوتنشال لو فيري لو. اهي بص كده، ها ليثيوم صوديوم وهنا بوتاسيوم. سؤال برضو، اشمعنى البوتاسيوم اصغر واحد فيهم؟ عشان هو الاكبر. بالظبط، ما انا لو مشيت بالترتيب كده اهو، ليثيوم صوديوم بوتاسيوم روبيديوم، يبقى مين اصغر كمان؟ السيزيوم. لو كان موجود عندنا في الشكل بتاعها هجيب لك الصوره كامله دلوقتي. خلاص، اصغر في الايونيزيشن بوتنشال، لكن اكبر فين؟ في الاتوميك ريديوس. لغايه دلوقتي في مشكله في الكلام ده؟ تمام. طيب سؤال بقى، ها احنا كده اتكلمنا على مين؟ الايونيزيشن بوتنشال بالنسبه لمين؟ للنوبل جازز. تمام. طيب تعالى نتكلم على الحالات الثانيه بتاعت الاستابيليتي. مش احنا اتفقنا انا في البيريود كل ما بمشي في البيريود الايونيزيشن بوتنشال بتزيد؟ اه. تعالى كده نبدا بيريود 2. بيريود 2 اللي هي مين؟ ليثيوم. مش المفروض الايونيزيشن بوتنشال بتزيد؟ اهي تعالى كده نمشي، لقينا البيريليوم ايه ده؟ لقيناه نزل ثاني وبعدين بدا يزيد. ايه اللي حصل؟ ونزل ثاني وبعدين يزيد. ايه ده ايه ده ايه اللي حصل؟ تاني كده، مش احنا اتفقنا ان انا في الجروب، سوري انا اسفه، انا في البيريود المفروض الايونيزيشن بوتنشال بتزيد؟ اه. لقينا هنا عند الليثيوم بتزيد وبعدين البريليوم زادت، جينا عند البورون للاسف قلت. ها تعالى نعرف. خلاص، بعد كده بدات تزيد تاني النيتروجين وبعدين قلت، ها عند الاكسجين وهكذا. اذا انت هنا عندك اكسبشن، مين ومين؟ البريليوم مع انه المفروض يبقى اصغر من البورون، لقينا البريليوم اكبر من البورون. والنيتروجين مع انه المفروض يبقى اصغر من الاكسجين، لقينا النيتروجين اكبر من الاكسجين. اذا ده اكسبشن. طب ما احنا واخدين دلوقتي، ها الايونيزيشن بوتنشال بتعتمد على استابيليتي. اذا دول ليهم حكايه، حكايه في الاستابيليتي بتاعتهم. طب تعالى كده نعرف ايه حكايه البريليوم ده. البريليوم اساسا الاتوميك نمبر بتاعه 4. اعملوا كده الكترونيك كونفجريشن، هيبقى 1 اس 2 اس 2. تعالى كده نشوف الاس 2 ده، اس 2 يعني ايه؟ يعني كومبليتلي فيلد. اذا هو لما تبدا تشيل منه الكترون هيسيبه لك بسهوله ولا بصعوبه؟ بصعوبه. تمام. يبقى ليه كان عندك هنا البريليوم ستيبل او يعتبر عنده هاير ايونيزيشن بوتنشال ذان البورون؟ لان عنده الاوتر موست سب ليفل از كومبليتلي فيلد. طب ايه؟ ها تمام. نيجي للنيتروجين، النيتروجين 7 نعمله كده الكترونيك كونفجريشن، هيبقى 1 اس 2 ها 2 اس 2 ها 2 بي 3. فين الاوتر الاوتر موست انرجي سب ليفل؟ ال P3. تعالى كده نشوف ال P3 بالظبط. اه كده يبقى انا لما اعمله الكترونيك كونفجريشن اهو على حسب الاوربيتالز هتلاقيها فيلد. دي حاله استقرار ولا لا؟ اه دي حاله استقرار ولا لا؟ اه. يبقى ايه سبب حاله الاستقرار بتاعت البريليوم؟ بريليوم ان الاوتر موست انرجي سب ليفل از كومبليتلي فيلد. طب النيتروجين؟ هاف فيلد. تعالى كده ناخد اثنين غيرهم. لو جيت قلت لك مين ومين؟ المغنيسيوم اكبر من الالمنيوم مع ان المفروض العكس. اذا معتمد على نعمل الكترونيك كونفجريشن، المفروض العكس. المغنيسيوم هنا اعلى من الالمنيوم. اه في المغنيت، ما احنا المفروض العكس، المفروض المغنيسيوم هو اللي يبقى كده والالمنيوم هو اللي يبقى كده. مش انا بقول في الجروب في البيريود بيزيد؟ لا،
لقينا لا العكس، لقينا المغنيسيوم زاد عن الالومنيوم. يا ترى ليه؟ لما يجي لك سؤال غريب او انت مش عارف، اول حاجه نرجع للالكترونيك كونفيجريشن. المغنيسيوم الالكترونيك كونفيجريشن بتاعه كام؟ ها 1s to 12 ماشي، اوكي 12 وهنا كام؟ 13 تمام. نيون 10 نيون 10 اللي بعده يبقى 3s2 وهنا ده هيبقى اخر كام؟ 3s2 3p1. سؤال مين اللي مور ستيبل؟ اه ده بيدي ده عشان عندك الادر موست السب ليفل كومبليتلي فيلد، واحنا قلنا دي حالات الاستقرار بتاعتي. لكن هنا البي عادي جدا لو فيها لك ما حد تفقده عادي مفيش مشكله تمام. طب مثال تاني، لو جيت قلت لك البي فوسفورس 15 اكبر من السلفر 16 مع ان المفروض العكس. لو لاحظت على فكره ان البريليوم تحته مغنيسيوم في الجروب، يعني الجروب كله زي بعض خلاص. هنا الفوسفورس فوق النيتروجين تمام. طب نعمل الكترونيك كونفيجريشن، ها احنا بنحفظ مش بنفهم قصدي مش بنحفظ. الفوسفورس اخره 3p ها دي دي يا راجل. طب نعمله نيون، نعمل نيون عشان ما ندوخش اهو. ايه اللي بعدها؟ 3s2 وبعدين 3b كام؟ 3. طبعا ده كده ايه؟ هاف روت اهو. يبقى دي مش دي من حالات الاستقرار؟ اه. طب عندك هنا السلفر؟ لا ده كده 3p كام؟ 4. 3p4 يعني انت عندك ها 1 2 3 4. امتى ده يبقى عنده حالات استقرار عاليه؟ لما يبقى اس وعليها بوزيتيف 1. في الحاله دي عشان يوصل للاس بوزيتيف 2 محتاج طاقه اعلى، يعني لما يفقد واحد يبقى زي سهله، لكن لما يفقد اثنين كمان يبقى اصعب. خلاص هتلاقي طبعا كل الاسئله على كده، ان شاء الله نحل المره الجايه مع بعض تمام. صعب الجزء ده في مشكله؟ طيب يبقى احنا كده فهمنا الجراف ده. يبقى احنا هتلاقي هنا البريليوم اعلى من البوروم، هتلاقي النيتروجين اعلى من الاكسجين، في المقابل مغنيسيوم اعلى من الالومنيوم والفوسفورس اعلى من السلفر، مع ان المفروض العكس. خلاص تمام. احنا كده شرحنا مع فكره الفيرست والسكند والثيرد ايونيزيشن سوفيشن. سؤال بقى، هو يا ترى ماشي اوكي تعالوا كده نشوف السؤال ده، احنا كنا لسه حالين زي دلوقتي. قول لي كده ده الفيلنس بتاعه كام؟ ها 2 ليه 2؟ قلنا لقيت الفرق طبعا الاولى والثانيه مفيش فرق كبير، لكن ما بين الثانيه والثالثه لا في جاب كبيره. اذا الاليمنت ده موجود في جروب كام؟ ها 2A. برافو عليك، لان هو بيفقد كام؟ 2. فالاوتر موست انرجي ليفل في 2، اذا ده كده جروب 2A. اذا هو موجود في الاس بلوك، اس بلوك خلاص اخره تمام اخره اس 2. فانت من الالكترونيك كونفجريشن او من الايونيزيشن بوتنشال هتعرف تجيب كل التفاصيل. سؤال، هو سهل ولا صعب؟ النون ميتالز تفقد الكترونز. صعب. طب هو سؤال بس عشان ما نبقاش متخيلين، هو النون ميتال ممكن يفقد الكترون؟ ممكن. اه ممكن، اذا كانت النوبل جاز ممكن يفقد الكترون، بس صعب. عشان كده ديورنج ذا كيميكال رياكشن، مين الاسهل ان هو يفقد؟ الميتال ولا النون ميتال؟ لا الميتال، لكن النون ميتال محتاج طاقة كبيرة غير متوفرة في ظروف التفاعل بالظبط. عشان هو اسهل، هو بيحب يعمل كده عشان بقى.